الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن حرب روحية كثيرا ما تحارب كل إنسان ولو في وقت ما، وهي حرب الفتور. يعني ايه الفتور؟ يعني الحرارة الروحية اللي موجودة في القلب تقل، فبدال ما يكون القلب حار يبقى فاتر. وفي انسان بيجيله فتور عام في حياته، وإنسان بيجيله فتور في أوقات محددة معينة يخلص منها وتنتهي، وفي إنسان بيجيله الفتور بسبب داخلي في أعماقه، وإنسان يجيله الفتور بسبب حروب خارجية من الخارج. في إنسان تكون الحرارة الروحية هي المنهج العام في حياته، وفي بعض فترات يصاب بالفتور، وإنسان يكون الفتور هو المنهج الدائم في حياته، وأحيانا يجي له حرارة روحية. فعايزين نتكلم على هذا الفتور في حياة الإنسان. في أسباب كثيرة نذكر من بينها الآتي: الإنسان لما بيبدأ حياته مع الله يبدأ بحياة التوبة وحياة الإيمان الحقيقي، بيكون حار في حياته، يكفي إنه ابتدى يعرف ربنا، ولكن هذه الحرارة لا تستمر معه، شيئا فشيئا تقل. من ضمن أسباب هذا الفتور كما عند بعض الطوائف الأخرى إنه يتقدم بسرعة. يعني واحد بتحصل عند البروتستانت كتير، واحد يكون ماشي في الخطية وبعدين يتوب ويترك الخطية، يقولوا له تعال احكي اختبارك قصاد الناس، فيلاقي انتقل من خاطئ إلى تائب إلى واعظ كده على طول. هذا التقدم بسرعة ده جايز بعد شوية يتحول من خادم إلى أحد القادة، ويكون من جوه ملخبط. يدوبك الخطايا الظاهرة العنيفة القوية البشعة هي اللي تخلى منها، ولكن في خطايا جواه لم يتخلى منها نتيجة هذا التقدم السهل السريع في حياته مع الكنيسة. جايز واحد مثلا خطيته كبيرة انه كان بيشرب خمر ولا بيشرب سجاير، لغاية لما الكنيسة نجته من الحاجات دي بالوعظ والإرشاد وبطل يفتكر انه تاب وانه تجدد وانه داخل مع ربنا، لكن في خطايا اخرى في داخله
لسه بتشتغل. فيبقى هذا التقدم السهل السريع مش يحوله الى فتور بقدر ما بيكشف المستخبي اللي عنده. نقطة تانية بتسبب هذا الفتور وهي المشغولية الدائمة، بحيث ان الانسان ما عندوش وقت لربنا، وفي هذه المشغولية يبقى ربنا اخر واحد بالنسبة له. جايز انسان يتوب ويدخل في حياة الخدمة وتبقى حياته كلها خدمة 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 خدمة، طب وفين الوقت اللي لربنا؟ مفيش. ربنا يخبط على بابه ويقول له افتح لي، يقول له انتظر قليلا عندما يحصل لي وقت استدعيك. لسه بدري، ما جاش دورك، ما جاش ايه دورك في هذه المشغولية. بالشكل ده وسط المشغوليات الحرارة الروحية اللي في قلبه بتضيع وتنتهي، وبعدين ربنا يقول له كنت أعرفك قديما وأنت نار تتقد وأصبحت أراك الآن وأنت مكنة تدور. الحرارة بتاعت زمان راحت، دلوقتي مكنة بتشتغل. النهاردة اجتماع، النهاردة اجتماع تاني، النهاردة زيارة، النهاردة خدمة، النهاردة كذا كذا كذا. طب وربنا فضيلك امتى؟ يا ما تفكرنيش بقى. او للأسف ان مثل هذا الفاتر لا يبكته ضميره، يقول لك كله من اجل ربنا. كله ايه؟ من اجل ربنا. لكن مفيش تخصص حاجة لأجل ربنا. ما هيفكرنا بقصة مريم ومرثا. ما مريم كان مريم كانت قاعدة مع المسيح، ومرثا كانت تضطرب وتنشغل لأجل أمور كثيرة، وطبعا ما بينها وبين ضميرها ما هو من أجل المسيح برضه. وأنا مضطربة لأجل أمور كثيرة، أيه مش بقى اعدله شيء يشربه، اعدله خدمة برضه. اصعب حاجة ان الواحد يستخدم ايات الكتاب وقصص الكتاب لكي يغطي بها على اخطائه، بل ان هذا الانسان الذي ينشغل بامور كثيرة عن ربنا او ينشغل بالخدمة عن ربنا ممكن يتطور، وإذا حتى بالخدمة أيضا تقل، لغاية لما يبقى له إيه بأن علاقته مع ربنا؟ لا يبقى له سوى الإيمان بربنا بس. هو دي الخيط الرفيع اللي بيربطه بربنا. وحتى في الخدمة يعني زمان كان بيشغل الخدمة بإيديه، دلوقتي بيشغل الخدمة بالريموت كنترول. يعني حتى الخدمة مش ماشية بطريقة شخصية، بطريقة آلية. المشغولية من أصعب الأمور التي توجد الفتور. من الأمور التي توجد الفتور أيضا الروتين
في شكل العبادة. العبادة تصبح شكلية سطحية بطريقة روتينية. أهل كم مزمور بقولهم والقطع بقولهم بسرعة، وتصبح صلة، تصبح صلاة بدون صلة، تصبح صلاة بدون صلة. زي ما بيقول ربنا: هذا الشعب يعبدني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. شفتين بيرتلوا المزامير والقطع بسرعة 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 بسرعة، وروحيات مفيش. وبعد ما يخلص مزاميره وقطعه، واحد من الملائكة يسأل ملاك تاني زميله، يقول له: الأخ ده ما صلاش النهاردة ليه؟ طب وكل المزامير دي مش مكفياكو؟ ما وصلتش، ما وصلتش، لأنها صلاة خالية من المشاعر. وربنا عايز منك المشاعر مش مجرد الكلام. عشان كده بيقول: يا ابني اعطيني قلبك، مش مجرد لسانك، مش مجرد صلاة بدون صلة. زي مثلا في الكنيسة يصيح الشماس: قبلوا بعضكم بعضا، وكل الناس يقبلوا بعضهم بعض. قبلة بلا حب تبقى دي قبلة؟ اهو كلام ماشي. قبلة فاترة بلا حب، زي واحد يقابل واحد تاني يقول له: انت وحشتني وحشتني وحشتني، وي ميسد يو وي ميسد يو، وهو وحشان بالالفاظ بدون اشتياق في القلب بدون مشاعر، اهو كلام. والكلام ان كان يخيل على الناس ما بيخيلش على ربنا. فطور، ساعات علاقتنا بربنا تبقى مجرد كلام او مكن، كلام في الصلاة والعبادة، ومكن في الجري في الجري في الجري في الخدمة، ولكن علاقة محبة من جوه مفيش. زي ما ربنا قال لملاك كنيسة أفسس: عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. الروتين في العبادة والشكلية والسطحية في العبادة ممكن أن يسبب الفتور. ممكن الإنسان تفتر حياته الروحية لأنه افتكر أن الحياة الروحية هي فقط صلاة وصوم وتأمل وقراءة في الكتاب، وباقي أمور العبادة الأخرى، ونسي في كل هذا فضائل القلب الداخلية. صحيح بيصلي بيصوم بيقرأ في الكتاب، لكن الفضائل الداخلية ثمار الروح القدس: المحبة، التواضع، الوداعة، مفيش. هو افتكر ان مدام دخل الكنيسة وصلى واعترف وتناول وصام يبقى دي كل حاجة. لا، مش كل حاجة. أمال اعطيني قلبك يعني ايه؟ يعني فضائل القلب. فالذي لا يهتم بفضائل القلب هيفطر. تبقى المقاييس الروحية بتاعته محدودة،
خلى المقاييس الروحية اللي بيحكم بها على حياته هي مجرد أشياء في العبادة، أو أضاف إلى العبادة الخدمة ونسي الفضائل اللي موجودة من جوه. إذن هو يحتاج لكي يستمر في الحرارة إنه يمارس كل الروحيات بتاع الفضائل، الفضائل القلب اللي من الداخل. ساعات فضائل القلب اللي من الداخل هي رخرة تلبس ثياب الحملان، كذئاب تلبس ثياب الحملان. ازاي؟ يعني مثلا وهو داخل في الخدمة شوية بالتاني تملكه الغيرة المقدسة. ياما الغيرة المقدسة دي لما بتستخدم استخدام خاطئ بتضيع ناس، فيقعد يرقم ده صح وده غلط، وأحكام أحكام أحكام، والأحكام دي زي ما انتوا بتشوفوا في الأسئلة اللي بتجينا لا تترك أحد، أحكام خاصة بالكهنة وأخطائهم، أحكام خاصة بالستات وملابسهم، أحكام خاصة بالأفراح والزيجات والخطوبات واللي بيحصل فيها. وهات بقى يلبس ثياب يوحنا المعمدان وثياب إيليا النبي ويقول غيرت بيتك أكلتني. طب ولما أكلتك أكلتك إزاي؟ أكلت ما فيك من وداعة ومن هدوء ومن طيبة، وابتديت تشتم وتزعق وتقول الخليعة ومش الخليعة وتلخبط في الدنيا على الآخر. ليه؟ باسم الغيرة المقدسة. ما صحيح الشيطان ممكن يظهر في هيئة ملاك من نور وباسم الغيرة المقدسة وباسم الإصلاح، وفي ناس تانيين يخشوا في الإصلاح ويخبطوا باسم الإصلاح، ويقيم نفسه إيليا جديد ومعمدان جديد وصوت صارخ في البرية. ده مش بس صارخ في البرية، وصارخ في الكاتدرائية وصارخ في المطرانية وصارخ في كل حتة، وإن ما سمعوش يقول يا ريت ألاقي حد يحس بإحساسي ويشعر بشعوري ويشوف النار اللي جوايا من أجل الكنيسة. يا ريت النار اللي من جواك دي تبقى من أجل روحياتك في الأول قبل ما تبقى من الكنيسة، تطلع الخشبة اللي في عينك قبل ما تنظر للقزة التي في عين أخيك. ونبص نلاقي الإنسان دخلت في حياته القسوة والأحكام الشديدة، وفيما يريد أن يخلع الزوان من الأرض يتحول هو أيضا إلى زوان، وفي كل هذا تفتر حياته الروحية. ويريد تفتر بس ده، فيما تفتر حياته الروحية يصب البر الذاتي أيضا. إيه يجيله منين البر الذاتي؟ إن هو المصلح الكبير، إن صاحب الغيرة النارية الروح القدس بيعمل فيه بحرارة شديدة. دي سبب من الأسباب اللي بيخلي الإنسان يفتر في حياته الروحية. من ضمن الأسباب أيضا المتكئات الأولى، يعني إنسان في الأول كان غلبان يخش الكنيسة كما دخل العشار إلى الهيكل، مش قادر يرفع عينيه إلى فوق، مش قادر يتقدم لقدام،
يقرع صدره ارحمني يا رب في اني خاطئ. دلوقتي بقى عبد المهم انتقل الى تائب، الى خادم، الى واحد من القيادات، يخش الكنيسة كما لو كان بيفتش مين ماشي صح ومين ماشي غلط، ومين عايز له كلمتين في عظمه ومين عايز له 10 كلمات. خلاص الانسحاق الاول في الدخول الى الكنيسة ضاع، والخشوع الاول في الكنيسة ضاع، واصبح هناك وجايز يبقى عضو من اعضاء مجلس الكنيسة وهو مسؤول عن النظام ومسؤول عن امور كثيرة، فيدخل الكنيسة كإنسان له سلطان وليس كالكتب. المتكئات الأولى تتعب كثيرين، ولذلك كثيرون كانوا يهربون منها. يقول لك أنا بعمل إيه يعني؟ ده أنا بحفظ النظام على الكنيسة، ده أنا قلبي على الكنيسة، وأنا بعمل ده أنا سايب بيتي وداخل الكنيسة، سايب مراتي وعيالي ومقضي كل وقت، وكمان ما يعجبكوش. صحيح تدي الحلق للي ملهوش ودان. لا يا حبيبي، يعجبنا بس يكون في هدوء وفي تواضع وفي روحانية وفي وداعة، مش في شخط ونطر. خدها قاعدة ليك، كل فضيلة تأتيك لكي تلغي فضيلة أخرى موجودة عندك ما تقبلهاش، ما تقبلهاش، ما تاخدش فضيلة الغيرة عشان تضيع عندك فضيلة الوداعة، وما تاخدش فضيلة الخدمة عشان تضيع عندك الاهتمام بروحياتك. وإلا هيفطر الإنسان والحرارة اللي عنده تروح. ساعات الفتور يأتي للإنسان من دخول بعض الناس في حياته بحيث يهتم بيهم اكتر ما يهتم بمبادئه الروحية. زمان كان بيدافع عن الحق من اجل الحق، دلوقتي احكام الناس بتخش ويهموا احكام الناس، وما نقدرش نلغي عقلنا ونقول ما فيش حد ما بيهتمش بأحكام الناس، لكن الغلطة إن أحكام الناس تضيع مبادئ. يعني إيه؟ يعني يسموا تقدم الروحي ونمو الروحي لونا من التطرف، فدي هتغير. يسموا تدقيقه الشديد نوع من الوسوسة، يسموا حرصه نوع من التعقيد، فهو يهمه إرضاء الناس. بولس الرسول قصاد الموضوع ده قال لو كنت أرضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح. والمسيح بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. لكن لما الواحد يخش في حكاية الناس تفتر روحياته
وبعد ما كان بيعمل الخير من أجل الخير يقول لك لازم نعمل الخير عشان نبقى قدوة صالحة أمام الناس كخدام في الكنيسة. لا، ما بقتش بقى محبة الخير ولا بقى محبة ربنا، بقت القدوة الصالحة أمام الناس. وما نعملش الغلطة دي ولا الغلطة دي، ليس لأن دي خطأ، إنما لكي لا نكون عثرة أمام الآخرين. الموازين ابتدت تتقلب ودخل الناس كميزان أساسي في روحياته. طب وربنا ما بقاش هو المقياس، عشان كده فترت العلاقة مع الله بسبب دخول الناس في حياة الروح. أحيانا تفتر الحياة الروحية بسبب خطية معينة أو شهوة معينة توقف الروحيات ويصبح لها المكان الأول في حياة الإنسان، وأحيانا تفتر الحياة الروحية بسبب خارجي، بسبب حروب الشياطين أو حروب الناس الأشرار أو العثرات التي من الخارج، لكن يبقى ليها سبب خارجي. المهم أن الإنسان يخلي ربنا نمرة واحد في حياته، ونمرة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وبقية الأمور بعدين، ولا يعتذر إذا قلت محبته لله أو إذا فترت حياته، لا يعتذر بالعوائق التي في الخارج. زمان كان لما يجي عائق يحاول ينتصر على العائق، لكن دلوقتي لما بيجي عائق بيعتذر بيه، يقول غصب عني أعمل إيه، أديكوا شايفين. فإحنا في حالة الفتور نسأل نفسنا، هل محبتنا لربنا دلوقتي زي محبتنا ليه زمان أول ما ابتدينا العلاقة بيه، وزي ما ربنا في الأول كان لنا الكل في الكل؟ إن كانت محبتنا كاملة ليه لن تقف أمامنا عوائق ولا أعذار. تبتدي العوائق والأعذار تشتغل لما المحبة لله تقل. اتفضلوا نصلي. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.